يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المشركون كلهم أو بعضهم يعترفون بتوحيد الأسماء والصفات؟ نعم يعترفون، يعترفون بتوحيد، لأنه من توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات من توحيد الربوبية. ومنهم من ينكر الرحمن كما ذكر الله عز وجل، لكن هو لا يكفي، الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات لا يكفي، لأنه لا يعدو أن يكون اعترافا بتوحيد الربوبية. نعم.